السلام عليكم. اليوم 13/7/2022 فرحتنا كبير 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 لهاي العائلة. أحكي لكم قصة. الأمل لا يتوقف، وكمان هذول الجماعة لم يتوقفوا من بداية عمرهم، بداية الزواج بعد 12 سنة، صلوا 12 سنة، كان عندهم مشكلة واضحة فحص السائل المنوي عند الزوج، نقص في عدد الحيوانات المنوية، عملوا أطفال أنابيب، جابت ولد وبنت، بعدين ربنا أعطاهم حمل الطبيعي، بعدها 8 سنين صار انقطاع عن الحمل، وظل مشكلة فحص السائل المنوي موجودة وتفاقمت، والحمد لله رب العالمين اجوا عنا، وإحنا حملت عنا 3 توائم هذول، بنتين وشب. احنا سعداء جدا اجى اليوم عندنا هذا الشاب الجميل بين خواتي التنتين الحلوات. اليوم احنا بتاريخ عظيم كبير، سعداء كثار لهاي العائله، ربنا يفرحهم ويديم عليهم النعمه، ودائما النعم تجيهم دائما وابدا. نيتهم كانت صافيه والناس كانوا مناح مثابرين، وعلى مدى سنين هاي نجحنا معاهم، ونجحنا احنا وقدرنا نحقق لهم امل ثاني، وصير عندهم اليوم هالشباب اثنين والبنت، انا اسف، شباب اثنين وبنت. انا سعيد جدا جدا، ببارك لكم بكل قلبي مع هذا الايام، ايام عيد الاضحى مبارك، ان شاء الله الاعياد تظلها مستمره. بشكر الدكتور الوجين اللي وقفت معهم طول الفتره هاي، بشكر زملائي دائما اللي واقفين بهاي المراحل الصعبه. تممنا والحمل تم وصلنا المراحل النهائيه، واجوا اطفال سليمين معافين، راح يروحوا مع امهم وابوهم.